فرع دوري الابطال انعملت رسميا يا جماعه الخير. عيني الايرلينج الايرلينج اعطينا الامباب والامباب الاول. يا سلام يا سلام. إذا حابب تشتري كوينز بأرخص الأسعار عندك موقع يوسفن باي من أضمن وأرخص المواقع لبيع الكوينز وسريع بالتسليم، ولا تنسوا تستخدموا كود الخصم الموجود بالدسكريبشن لخصم 5%. اليوم يا جماعة الخير كارير مود حلقة فخمة أسطورية من الآخر، تعاقدات مباريات خرافية، حرفيا مشينا بالموسم بشكل جدا خرافي. إن شاء الله تنبسطوا بالمقطع، لايكات يا جماعة فجروا اللايكات بنوصل 50,000 لايك، وإن شاء الله أول ما نوصل تنزل الحلقة اللي بعدها. خلونا نبدأ. طيب يا جماعة الخير دي ليخت انطرد من أول مباراة يعني. احنا طبعا بدنا محور قوي صراحه. ديونج هو اللي ما عم يبين بالخطه، دائما باريلا عم يسجل ويعمل اشياء بس يا اخي ديونج هو اللي ما عم يبين. فصراحه ديونج اذا جاء عرض قوي والله ما راح مانع بخروجه للامانه. كريستيانو رونالدو عم يقول لي انه يقدر استماعي اداء مؤثر دون بدعت، شكله هو اللي عمل اسيست. جانا عرض لريناتو سانشيز يا جماعه الخير من ليفربول، ها لسه هلا داعسكم كنت تجوا تاخذوا لعيبتي ها بره بس يلا بس. طيب الان نحن بدنا محور، خلينا نضيف اول محاور. تشاوميني قوته 85 واشتروه توتنهام يا جماعه، اوكي اشتروه من ريال مدريد قوته بس 85 يا اخي هو منيح بس 85 يا اخي تعبان والله يا جماعه الخير. جوريتسكا جوريتسكا جدا طرب حاسه. فالفيردي كمان ليك قوته كم؟ او ماي جود فالفيردي وصل 88. ريال مدريد كان ممكن يطلب فيه 100 مليون. فكرة بس يا اخي ناعم فالفيردي، ماله ناعم فالفيردي صح؟ مو مثل ديونج، فالفيردي بيكسر كيسة 86 بس اوتو، والله تيس يا جماعة الخير بس 86 حسر ضعيف شوي، 32 سنة عمره كانتي بس ريت 90 وربي كانتي يا جماعة بالنص يا ساتر. طيب يا جماعة الخير هي أقوى المحاور اللي موجودين، كازيميرو عندك، رودري، فرانكيسة، تشاوميني وفالفيردي، طبعا ما بدي أجيب كيسة أو تشاوميني لأنه ضعاف، فعنا فكرة إنه نجيب فالفيردي أو كازيميرو أو حتى رودري أو غوريتسكا يا جماعة الخير. في لورينتي أيضا موجود ولكنهم أعمارهم كبيرة نوعا ما، فصراحة حيرة نوعا ما، فممكن إني أجرب أتعاقد مع فالفيردي. ولورينتي كمان خرافي، لورينتي جدا ممتاز كمان على شكله، والله سرعة الجري 91 ورب لورينتي خرافي، لورينتي أسطوري حاسه طويل كمان. كم الطول؟ 184 189 182 فالفيردي. خلينا نشوف مبدئيا فالفيردي كم ممكن يطلبوا ريال مدريد، حتجرب اقدم لاثنين وشوف مين الارخص. خلينا نقدم له 120 مليون مبدئيا. دون خيسوس و85 مليون و74 مليون ليش؟ لا يا شيخ لا. طيب 130 ها؟ طيب وافق على 130 مليون يا جماعه. 130 مليون صراحه ممتازه، ولكن بدي اشوف جوريتسكا بدي اشوف باقي الشله كم ممكن يطلبوا فيهم. رودري ورب رودري رودري خرافي، بس المصيبه انه سرعه الجري 63 يعني بطيء بطيء بالملعب. طيب بس اسمع، كيسي، كازيميرو، رودري، لورينتي، لورينتي كم ممكن يطلبوا فيه اتلتيكو مدريد؟ لازم اقدم له يا جماعه الخير تقريبا 110 ملايين، ما بعرف حشوف. وات؟ شو اللي كيمبيمبي؟ لا وفوق 90 مليون متحمسين الشباب. بخصوص دي اغلى من فالفيردي؟ يا جماعه فالفيردي اصغر منه ونفس الريد، على اي اساس ادفع بهذا اغلى؟ بدهم يفكروا. لا وين وين؟ شايفين حالهم هدول علينا شباب. ما بدي اجيب كل محاور العالم انا اقعد اجرب معهم كمان. حنجرب غوريتسكا اخر شيء. غوريتسكا يعني ارخص من فالفيردي، ولكن يا جماعه الخير فالفيردي اصغر بالعمر وبالتالي فالفيردي ممكن يكون الصفقه الخرافيه، ولكن حاستنى رد اتلتيكو مدريد وبعدها نقرر. طيب لم يتم قبول عرض لورينتي، بده 165 مليون، وبالتالي انا شايف فالفيردي الافضل لنا صراحه، بس راتبه جدا غالي يا اخي مريم. انا مبابي بدفع له 300,000 وهذا 300,000 حرام والله. بس ربي بحور الارض يا جماعه الخير هذا بيكون. وديونج ممكن نستغني عنه خلص، طالب دور تدوير. شوف يا جماعه التواضع. يا سلام تعال يا الفالفيردي، تدوير تدوير. ايوه ممتاز وافق 270,000 والله وزياده. يا سلام هاي الصفقه المنتظره، هاي الصفقه المنتظره صراحه. يا سلام شكلك يا ديونج والله حتودع، لانه للامانه انا عم استناك تتطور من موسمين وللامانه عم شوف اي نتيجه، فحيجي يا جماعه الخير. باكيتا والله باكيتا ما بيوت استغني عنه، شكلنا خلص حنستغني عن ريناتو سانشيز، ولكن لازم يجينا عرض ممتاز، وبالتالي حيكون بدل ديونج. عينكم على الطاقات، كل شيء طاقات فوق ال 80، وبالتالي يعني هذا محور الارض حرفيا. دفاعيا حيفيدني بدرجه غير طبيعيه، دفاعيا افضل من باريلا، وفيزيكال كمان افضل من باريلا وافضل من ديونج، يعني نفس الشيء. خلص واضح انه ما حدا بده ديونج، ما بعرف ليش. طيب حلو اللعيبه الان عم تتطور بزياده، الفودن للان ما تحول جناح وهذا شيء المشكله صراحه. دي ليخت انصاب، منصاب قصدي انطرد، فبالتالي مضطر اني اشيله باول مباراه. يا حبيبي يا حبيبي. وخيسوس يا اخي ما عم يجي عروض، وين العروض؟ طيب بدايه انا الدوري هذا الموسم مو هدفي، حتى لو ما اخذت الدوري ما همني، همي دوري الابطال واني انتقم بس من ريال مدريد. نعمل محاكاه طبعا لهي المباراه ونشوف الفريق شو ممكن انه يعمل. حلو يا عمري 4-1، يا عمري مبابي مضيع ضربه جزاء، يا جماعه فالفيردي مسجل جولين من اول مباراه، يا جماعه الخير عينكم على نظرتي او ماي جاد. هالاند انطرد، هالاند مطرود وسجلنا 4 جوال، يقطع ام الغباء. انا كل مباراه بده ينطرد لاعب من اللعيبه الجداد. ما عم يجي عرض لديونج يا اخي، ما عم يجي عرض لديونج.
ديونج بخاطر يبيعه يا جماعه، بس ما حدا بده اياه. طب ما دفع الشرط الجزائي لديونج. هي وات مين، انا اسف لم امين لي، انا غير سعيد بتواجدي بالنادي. او ماي جاد، مين اللي دفع الشرط الجزائي؟ اصبر اصبر لحظه، بس اصبر لحظه، مين اصلا كم الشرط الجزائي؟ ليفربول شرط جزائي 250 مليون. لا 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 لا، وين غير سعيد؟ استنى استنى لحظه، انا بعرف انه انا بدي بيعك، بس كم قيمته بالسوق؟ هو قيمته بالسوق 140 مليون. لا والله ممتاز، زي هيك وربي ممتاز يا جماعه، 250 مليون الشرط الجزائي، قيمته بالسوق 140، يعني 150 تعتبر، 250 تعتبر كثير جدا، وربي ممتاز وربي والله انا شايفها ممتازه والله. اذا قيمته بالسوق 140 ما حدا حيدفع فيه 250، وفالفيردي هو اللي رح يكون الاساسي، وبالتالي حنستغني عن الناعم ديونج. اي ديونج قاعد عم يبعث لي انا زال بحاجه اليك، خذ وقتك قبل ما تاثير هذا. المشكله سحب علي، عرفت قال لك يلا انا سلام عليكم، نظام نيمار عمل فيني ديونج. ممتاز، محاكاه سريعه ضد ويست هام المباراه. او ماي جاد، 1-1 يا الحمير. اوه عملوا لي انه باكيتا متطور، كفو ممتاز. ديونج مباع يا جماعه، اخذوا ليفربول يا حبيبي. يعني الميزانيه الان كم وصلت؟ الميزانية 360 مليون، والله ميزانية فنانة فخمة يا جماعة، كان عم يندفع له أكثر من هيك. تعال نتفاوض، السيتي أنتوا أموال يا أخي، 80 مليون بدكم؟ أهلا وسهلا غوارديولا، لا تتشرط علي، 80 مليون معكم أموال كثير. أيوه 81 مليون، ممتازة يا جماعة، لعب احتياطي ترى، حجيب ميزانية فخمة، بدنا نجيب أقوى اللاعبين حرفيا هذا الموسم، أنا ناوي فوت آخذ كل البطولات. طيب إذا بدنا نجيب صلاح يا جماعة الخير يكون الجناح تبعنا على الأقل جناح فنان، وبنفس الوقت بيتشارك بالهدف معي، هو الانتقام من ريال مدريد، فكم ممكن انه يكلفني صلاح؟ فكره نوعا ما انه نجيب صلاح صراحه، بس 31 سنه وقوته 90، انا شايف 120 مليون ممتازه او 130 مليون ممتازه صراحه لصلاح، اذا يعني قبل انه يجي بيكون ممتاز، حرفيا فريق مدجج بالنجوم بكل مركز، في نجم او اكثر. شو اللي بدك فالفيردي لسه هلا جايبه؟ لا فالفيردي فوق 130 مليون، هذا مجنون رسمي، هذا مجنون رسمي، يا رجل انا دافع لك 130 مليون من غير فالفيردي. اوه 31 سنة يا كلوب، 31 سنة يا مفتري، هيك قاعد مبسوط مو فارقة معه، حدفع لك 140 يا رجل، 31 سنة صلاح معلش يعني، شو اللي 224؟ اللاعب مستواه يعني الريتنج حينزل، ما رح يزيد زيادة خلص، 150 مليون معلش 150 مليون وزيادة، حتى هذا بده يفكر، لا والله 150 وبزيادة والله، 31 سنة حرام والله، ما قبلوا يا جماعة، بدهم 221 مليون والشرط عند البيع 5%، والله مع نفسكم والله والله يا ليفربول والله لا تشوفوا هذا الموسم، لأني منافسهم يا جماعة ما بدهم يبيعوني إياه، إنما لو ريال مدريد قدم، أوه تفضلوا اللاعب ب 50 مليون، أوه جاني عرض لجابريال خيسوس، أصلي 100 مليون لخيسوس، حلو ممتاز والله، ما بدي أجيب أنا لعيبة كمان عجائز على النادي، بدي لعيبة شوي صغار على الأقل لياقة ما تفضلي بنص المباراة، وربي 100 ممكن إني أطلب منهم يا جماعة 130 مليون وبيدفعوا عادي لأنه اللاعب صغير، 123 والله ممتاز والله ترى اللاعب احتياطي يا جماعة، هيدفعوا 130؟ والله وافق يا جماعة، 130 مليون للاعب احتياطي، وربي بقدر أجيب أقوى اللاعبين الآن على النادي، ممكن إنه نجمع ميسي والدون يا جماعة الخير، ممكن إنه نجمع الخبرة، خبرة دوري الأبطال، 9 ألقاب دوري أبطال لكليهما للاعبين، هدول اللي راح يفيدوني إني آخذ دوري الأبطال، جاني عرض لديست أيضاً ب 30 مليون، والله ممتاز يا جماعة ديست ب 30 مليون، 35 مليون، نشوف عاد بيوافقوا ولا لا، جاني عرض على سبيل الإعارة لفاتي يا جماعة من ليفربول بالدنيا، قبل شوي قلت لكم بدي صلاح ما رضيتوا، هلا جايين تاخذوا لعيبتي، والله لو شو، والله لو بتدفعوا 100 مليون ما ولا كلمة برا، بس لو بتدفعوا 100 مليون ماني أعطيكم إياه. طيب يا جماعة الخير، الآن اوه ليك ريناتو سانشيز نازل الريت، خلص ريناتو حينباع المفروض صح؟ أيوة انباع ريناتو سانشيز، ممتاز ممتاز ممتاز، رجع البربولي أساسي، يا سلام على التشكيل، الآن خيسوس حينباع، ديست حينباع، يا عمري على الميزانية، حرفيا يا جماعة الخير ميزانية الأرض، كل اللعيبة بعتهم اللي مالي محتاجهم، عندنا مباراة ضد برينتفورد حننزل لهم يا جماعة الخير بالتشكيلة الأساسية مشان فوز، لأنه 5 دفاع، فلازم إني فوز. 1-1 الله يقطع أم الفريق يا جماعة، أوه ماي جاد، تم بيع خيسوس ممتاز، الآن أوه ماي جاد، يا ساتر يا الميزانية، سوق الانتقالات حيسكر باقي يا جماعة الخير 5 أيام، فبدنا نلحق نتعاقد مع كل اللاعبين اللي ممكن انه نتعاقد معهم، فانا معي ميزانيه فخمه بقدر اني اجيب فيها هاي اللاعبين كامله. ميسي كم ممكن يطلبوا مني يا جماعه؟ او ماي جاد 36 سنه ميسي، قوته 89، قيمته السوقيه 60 مليون، يعني اصلا ما له غالي ميسي يا جماعه الخير، بنجمع ميسي والدون مره اخرى في نفس الفريق، مو في نفس الفريق، المره الاخيره قصدي. واو واو واو، تعالي ليو، انا بعرف ميسي ما راح يكون هالاساسي 24 ساعه ولكنه حيفيدني، 80 مليون. فالفيردي شو اللي فالفيردي
كل الفرق بدها فالفيردي. يا بوتشيتشينو يا طماع، يا بوتشيتشينو يا طماع، ميسي حيجيب لي مبيعات اطقم لدرجة ما بتتخيلوها يا جماعة. يا سلام يا سلام يا سلام، الرقصة الأخيرة يا جماعة الخير، الرقصة الأخيرة. هي الليو، تعال تعال. ويلكم يا ليو، ويلكم. او ماي جاد يا جماعة، 150 ألف بس راتبه مع باريس. ربي راتبك قليل يا ليو، راتبك قليل يا ليو. راح أعطيك 5 سنين، ما عندي مانع، سنتين بس، يلا سنتين سنتين. طيب حنعطيك راتب كم؟ بما انك عم تاخذ 150 ألف حأعطيك 170 ألف أو 160، مكافأة مليونين. ويلكم باك يا ليو، ويلكم باك تحت إشرافي مرة أخرى يا جماعة الخير. الليو ميسي تحت إشرافي الشخصي. لما كنت بدرب برشلونة، تابع السنة الماضية كنت عم درب برشلونة قبل تقريبا مدري كم موسم. نعم أنا دربت الليو ميسي سابقا وعملنا أقوى إنجازات. يا سلام يا جماعة الخير، يا سلام. الآن أقوى شيء، أقوى شيء الهجوم. حرفيا أنا عندي أقوى هجوم بالعالم، ما حدا بينافسنا يا جماعة الخير بالهجوم. باكيتا وصل 7 هجمة وربي باكيتا مبدع. ويلكم الليو، ويلكم الليو. ميسي والدون في فريق واحد يا جماعة الخير. واو واو واو، ميسي احتمال إني ينزله أساسي نوعا ما، هو والدون ببعض المباريات. يا ساتر يا جماعة الخير، يا ساتر. طيب حاليا نحن مين عندنا حارس بديل للأوبلاك؟ عنا حارس يا جماعة قوته بس 83، وبالتالي ما رح يشيلني هذا الحارس، فبدي حارس أقوى شوية نوعا ما. في دونروما 93، ول 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 ول. بس دونروما كم سعره؟ 100 مليون. لعب والله اشتيقة، بنقدر ناخده. الكرتوا إذا أقوى من أوبلاك بجيبه. مش حرام قعدوا احتياطي للأوبلاك، للأوبلاك حرام. ترشتيجن يقعد احتياطي عادي، تعال يا ترشتيجن. طبعا أنا حقول له إنه حيكون دور تبعه هام، مو حاسم. ماشي خلينا نقدم له مبدئيا يا جماعة الخير 90 مليون حارس احتياطي فنان. كلهم بدهم فالفيردي، خلاص كلهم بدهم فالفيردي، ازعجوني فالفيردي. 120 مليون ترى حارس احتياطي حيكون شباب، 120 كتير. 100 مليون اذا ما وافق ممكن نشوف حارس تاني عاد. بدهم يفكروا لسه كل فريق ما عنده. اعطينا فالفيردي، خلاص ازعجتوني انتم فالفيردي. اما قبول العرض والله وافقوا على 100 مليون. عرض لمبابي من مين؟ من ريال مدريد. لا 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 بالدنيا. او ماي جاد او ماي جاد، 300 مليون 300 مليون لمبابي. اوكي حلو والله، والله حلو والله. طيب خلينا نتفاوض مع شتيجن. انا رح اقول له من البدايه انه دورك ما حيكون حاسم، وبالتالي ما رح تكون الحارس الاساسي، عشان تكون من البدايه بالصوره. دورك هام اوكي وليس حاسم. يا حبيبي ما بقدر اعطيك حاسم، عندي اوبلك يا كلب. طيب يلا موافق، ما رح العبك حاسم، بس يعني انا ماشي رح اقول لك اوكي. راتبه 320 وبده على كل 25 مشاركة 5 ملايين و800، وربي كتير، بس ماشي حوافق لأنك ما رح تلعب أصلا 25 مباراة. طيب مبابي مبدئيا إذا بعته ما في ولا لاعب بيسد مكان مبابي بكل العالم، مو بفريقي بس، بكل العالم ما في ولا لاعب يسد مكانه، سواء ريال مدريد ولا غيره. ولكن شوفوا الزل اللي زلوا مبابي كم مرة صاروا بالدنيا، قدموا له مرة ورفضون، قدموا له مرة تانية ورفضون، وبيرجع بيقدموا له الآن، وبيرجع بيرفضهم مبابي مرة تانية، وبيستمر مع نادي مانشستر يونايتد. نعم نعم، ارفض ريال مدريد يا مبابي، زلهم زل. جاني عرض لكيمبيمبي ب 100 مليون من نادي اليوفي. من اليوفي ب 100 مليون؟ لا لا ما راح بي، انا الدفاع عندي مصيبه. يا او ماي جود، مبابي موصل 99 الريت يا جماعه الخير، 95 زائد 4 حرفيا 99 ريتنج مبابي. انا شاريه يمكن ب 370 مليون، حرام بيعه، البيعه النيابه ب 300 مليون. فرحان فيكم لانه انا شايفكم انه مو مصدق. طيب الان مساله الدفاع يا جماعه الخير، نحن جبنا اوبلاك حارس احتياطي، مو اوبلاك عفوا، انت تشتيقي الحارس احتياطي. تير شتيجن احتياطي واوبلك اساسي، والله دام. طيب الان يا جماعه الخير مثل ما انتم شايفين بقي معنا 300 مليون، حنتعاقد مع مدافع اخير، وتقريبا هيك بتقدر تقول انه خلصنا سوق الانتقالات بنجاح. عندنا كيمبيمبي احتياطي بحاله انصاب دي ليخت او ماركينيوس، والاظهره المشكله انه ما عندي احتياطي قوي لحكيمي، حتى ديفيز ما في، ديفيز حرفيا ما له احتياطي يا جماعه، ما في ولا ظهير يسار عندي احتياطي لديفيز، فلازمني ظهير يسار يعني على الاقل يسد مكان ديفيز اذا انصاب. والله تشيلويل ممتاز، 86 ريت على الاقل بيقبل انه يقعد احتياطي، لانه في لعيبه مستحيل تقبل يا اخي. 80 مليون لتشيلويل، بدهم كيمبيمبي وفوق 20 مليون، لا حبيبي لا يا حبيبي لا. وهذا ب 85 مليون على لاعب احتياطي، والله كثير ورب كثير. 83 مليون ولاعب احتياطي حيكون هيك بنكون خلصنا سوق الانتقالات بنجاح. خلينا نجيب تشيلويل، طبعا حيكون احتياطي اكيد طبعا للي هو ديفيز، لانه مستحيل اي لاعب ثاني يقبل يكون احتياطي. حقله تدوير من البدايه ها عشان تكون بالصوره. ايوه ممتاز 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 ممتاز. طيب هيك كلام جميل، الان بنحطه بالتشكيله الاحتياطيه. يا سلام يا سلام. طيب الان يا جماعه الخير اخر يوم بفتره الانتقالات، خلينا نلقي نظره على فريقنا كم صرفنا. ليفربول يا جماعه جايب ديونج 250، لاعب واحد بس دافع عليه 250، وهدول جابوا والكر وديمبلي. ديمبلي لا تقلي ديمبلي تبع برشلونه جابوه،
واو ماي جاد ليك يا جماعه انا قريب المليار صارف. عرض لديناير اجاني يا جماعه الخير، والله ديناير عرض جيد صراحه 30 مليون، بس خلص انا ماني مضطر بيع ولا لاعب لانه خلص معي ميزانيه. طيب الان مين عندي لعيبه وسط؟ انا كم لاعب وسط عندي؟ فالفيردي وباريلا وباكيتا. ما عندي الا باكيتا. انا بعت ريناتو سانشيز يا جماعه، وبعنا اللي هو ديونج وما جبنا الا فالفيردي، يعني بعنا لاعبين واشترينا لاعب بس، فهي مشكله. كمان ممكن اني احتاج لاعب وسط كمان للامانه. نيمار ممكن اذا بدي اجيبه بجيبه بالانتقالات الشتويه، ولكن ما بقي ميزانيه الرواتب انتسفت نسف. جوريتسكا 88 ريت، كم ممكن يبيعوني يا الباير؟ بدهم 100 مليون فيه يا ساتر، وربي كثير وربي كثير. بينتهي عقده بعد 11 شهر، وبالتالي بقدر اخذه بمبلغ قليل يا جماعه لانه عقده بيخلص، وبالتالي ليك بقدر اخذه ب 40 مليون. لا ممتاز، اذا هيك باخذه باقل من 46 مليون حتى. ماشي فكره ليش لا، ليش لا، طالما رخيص ماشي ما بمانع. يعني بقدر اخذه يا جماعه الخير ب 40 مليون لانه عقده بيخلص، فغصبا عنه بده يبيعوني اياه. شو اللي دست؟ لا يا حبيبي، هاتوا ب 40 مليون بس. عادي عم تشرطوا علي، عقده بيخلص معكم. ها منيح، لاعب احتياطي ب 40 مليون والله ممتاز. ترى دافع ب 100 مليون لبتير شتيغن لوحده، 41 مليون عادي 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 يا حبيبي عادي. تعال يا البناصر تعال. اوكي فكرته ما وافق، جلطني اول شيء، ليس ما كان يعمله عميلي، جلطني. لا حلو ممتاز، حلو هيك ممتاز، هيك ممتاز. بنضمه للنادي يا جماعه الخير. خلينا نقول تقريبا هي اخر صفقه بسوق الانتقالات الحالي، بحيث انه يكون لاعب احتياطي لاني حرفيا محتاج وسط ثاني كاحتياط. ماشي بنشيل فالفيردي وبننزل بالناصر هون. ايوه يا سلام، هيك انا بقدر اقول اني خلصت سوق انتقالات ناجح جدا. عرض لفاتي ب 41 مليون، يا سلام. جاني عرض لديناير باخر يوم من سوق الانتقالات، ولكن لا حرفيا احنا انهينا صفقه انتقالات او سوق انتقالات جدا ناجح، واقل شيء ممكن يوصف سوق الانتقالات هذا بانه ناجح للغايه يا جماعه الخير. نعم انتهى سوق الانتقالات الحالي، الان اجينا لمرحله الحسم. هي التشكيله، هي التشكيله اللي بدها تفوت تاخذ دوري الابطال واللي بدها تاخذ الدوري حتى. طبعا هي التشكيله الاحتياطيه وهي التشكيله الاساسيه. خلي اللعيبه ترجع من التوقف الدولي نشوف التشكيله ساعتها. او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد، يا ريتني ما غيرت. او ماي جاد او ماي جاد، استغفر الله، هذا شو دراني انا غيرت اصلا؟ انا لا اريد الجلوس على دكه البدلاء. شوف طول ما لك قاعد بالنادي هذا الكرسي تبع الدكه حيضل دافي، صدقني. لا 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 تفتح تمك ولا كلمه، لا احد يريد ان يجلس على دكه البدلاء، حتى كريستيانو ما بده يقعد على دكه البدلاء. انت افضل من كريستيانو شيء؟ مالك افضل منه؟ ولا كلمه، ما بدي اسمع منك ولا كلمه. حلو، اول مباراه لميسي والدوم بدي انا اللي العبها، ما بدي يلعبوها مع بعض. يلا بسم الله، بدنا فوزات، بدنا هون. ايوه يا سلام يا المستوى. مبابي ميسي وهالاند ومبابي كلهم مسجلين اهداف. يا عمري فرع دوري الابطال انعملت رسميا يا جماعه الخير. الان خلينا نلقي نظره، بدي اشوف عمير راموني، حتى ما في موسيقى شايلينها مشان الكوبي رايت. السلام، مجموعتنا فيها لايبزيتش وبنفيكا وجينك. اوكي حلو، خلينا نشوف باقي المجموعات. ريال مدريد شو مجموعته؟ يا جماعه شختار كل موسم مع ريال مدريد ولا شو؟ ما في موسم الا وشختار مع ريال مدريد. انتر وتوتنهام، او نايس، حلو المجموعه هاي. برشلونه واليوفي، حلو باريس سان جيرمان. بايرن مين اخوانهم؟ او بايرن واتلتيكو. مانشستر سيتي مو موجودين؟ مانشستر سيتي بالدوري الاوروبي. ميلان بالدوري الاوروبي، وش في يا جماعه الدوري الاوروبي ليك شو قوي؟ اي مركز اخذوا بالدوري هدول الموسم الماضي؟ يا ساتر. طيب اول مباراه ضد لايبزيتش يا جماعه الخير، ايزي على السريع. ماشي ثواني خلينا نشيل بس حنا بال من قائمه الانتقالات، مو كل شويه يقعدوا يبعثوا لي عروض. خلص يا شباب خلص لو سمحتوا. نايس رجع لمكان طبيعي السيتي بعد ما انا دعسته الموسم الماضي. حلو ممتاز، هيك صار 5 نجوم مهارات وربي ممتاز. طيب اول مباراه ضد لايبزيتش، بداية يا جماعة الخير الانتقام حرفيا حتكون من ريال مدريد ضد ار بي لايبزيغ. ما راح العب المباراة صراحة لانه بدنا الموسم هذا احاول خلصه على السريع. دور المجموعات جدا سهل، عم بلعب ضد فرق يعني فرق حارتنا احسن منا خلينا نقول، ففوتوا فوزوا. او ماي جاد 2-1، ايش في شباب؟ هي لا تدوا تعانوا ضدهم، مشكلة والله، هي قاعدين عم نعاني ضد هيك فرق. طيب عندنا مباراة ضد توتنهام، حلو ممتاز. هذا عم يقول لي بده ينزل كيزا يا جماعة الخير. لا ريح شوي على الاحتياط، مو مشكلة عادي، ريح لك شوي ما بيضر. يلا فوت اجلدوا توتنهام، اجلدوهم. يا عمري 3-1، يا عمري الدون سجل يا جماعة الخير، وميسي سجل. اصلي هذا الشغل المضبوط. حلو مباراة ضد ويست هام، مباراة الكأس، الكأس ايزي ما له محتاج يا جماعة. اوعوا نطلع من الكأس من هيك دور. اصلي حلو، فودين مسجل جولين والهالاند مسجل. طيب حلو، مباراة ضد برايتون حنزلهم بتشكيلة البدلاء صراحة، المباراة جدا ايزي يعني خلينا نقول. فالمباراة بعملها بخمسة دفاع، حبيبي بداعسكم 5 دفاع ولا 10 دفاع ما بتفوز علي. أو بالناصر سجل لي جول الفوز. يا عمري هلا بياخذ ثقة بنفسه، بيصير ببدع زيادة وبيعلى الريتنج تبعه. يا عمري الجولة الثانية بدوري الأبطال ضد جينك، حلو. الآن يا جماعة الخير الفودن تطور تغير مركزه وصار بيقدر يلعب جناح عادي جدا. يا سلام هيك ممتاز.
هيك ممتاز يا عمري يا عمري، هيك صار جناح ممتاز. الجينك سهلين يا شباب، حتى بتشكيلة البدلاء بالمفروض نجلدهم عادي، ترى عادي. جينك هدول مين هدول اصلا شباب؟ الله يقطعكم يا شباب والله اذا بطلع من دور المجموعات لتشوفوا يا مانشستر يونايتد. حلو مباراة يا جماعة الخير ضد ستوك سيتي، عم يلعبوا لي 5 دفاع، كل الفرق ضدنا بتلعب بخمس مدافعين. حلو اصلي فزنا، اصلي ميسي يا عيني عليك. حلو حلو ممتاز ممتاز، اخذت مدرب الشهر يا جماعه. هذا هداف شو؟ هداف الدوري صلاح يا جماعه. وين لعيبتي؟ وين لعيبتي؟ مين الهداف؟ هالاند وينك يا الايرلينج هولاند؟ ميسي معه 3 جوال، والايرلينج هولاند وين؟ ايرلينج هولاند كيزا معه 3 جوال. يا حبيبي يا حبيبي، ليه 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 التوقف هذا الشنيع؟ اوه عندي ضد بنفيكا ذهاب واياب. حلو مباراه ضد استون فيلا، صاحب المركز الثالث يا جماعه الخير، واللي كان بالمركز الثاني ولكن تشيلسي لعب مباراه كانت مأجله. فا اوه ماي جاد 5 دفاع، خلاص يا اخي كلهم 5 دفاع خلاص. 3-0، ادعس 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 يا الايرلينج هولاند، بدي اياه واحد يا الايرلينج هولاند. المباراه ضد بنفيكا صاحب المركز الاخير، ماشي طبعا رح انزل بالتشكيله الاساسيه لانه بالمره الاحتياطيين بيض، وميسي خليه يريح شوي وينزل لي كيزا لانه محتاج لعيبه شوي تركض بالملعب انا صراحه. وترشتيك انا واضح انه زعلان بس عم بحاول اعطيه فرصه نوعا ما. حلو هيك ممتاز ممتاز، طيب حلو هيك ممتاز. جواو ماريو والله تشكيلتهم كلهم 5 دفاع ضد مانشستر يونايتد، اي فريق بيلعب 5 دفاع؟ يا عمري يا عمري على الدعس، ميسي والدون سجلوا يا جماعه الخير، يا سلام على اللعب اللي مثل هيك. طيب حلو هلا هيك خلصنا مرحلة مهمة من دور المجموعات. ميسي عمين لأنه بجاهزية، خلص حتنزل بديل يا ميسي، حتنزل بديل. وحكا ضد إيفرتون، خلينا نشوف شو ممكن إنه نعمل. 3-2، أوه ماي جود يا عيني، والله كان حيتعادلوا معنا، شكرا شكرا الفودن عم يبدع والله. ممتاز، مباراة ضد برايتون بالكأس، حلو هي مباراة بالكأس ضد أوه ماي جود 2-1، حلو أصلي ممتاز، ممتاز، مشينا مرحلة حلوة، بدي أحسم التأهل مبدئيا من دور المجموعات، لأنه الحلقة اللي بعد حتكون جلد بأدوار المتقدمة صراحة. ممتاز ممتاز، مباراة ضد بيرلي حننزلهم بتشكيلة البدلاء. فوتوا جلدوهم ها، فوتوا دعسوهم دعس يا شباب، دعس دعس بدي. ايوه يا سلام 2-0، مبابي سجل وانسو فاتي كمان سجل، شكرا شكرا يا شباب. طيب مجلس الاداره بعت لي نحن لا نسير على المسار المطلوب، ماني فهمان شو بدهم يا جماعه، عم جيب لهم كل شيء بدهم اياه، بدهم خلال 2 من المواسم عم يقولوا لي على فريق الشباب، انن اهم شيء عندهم صاير فريق الشباب. متصدر التمريرات الحاسمه يا عمري البربولي. حلو اهم شيء نحسم التاهل ضد هذا الفريق، اذا فزت بهي المباراه رسميا انا بتاهل للدور القادم، فضروري جدا اني افوز بهي المباراه واحسم التاهل، بس نحسم التاهل من دور المجموعات بعدها خلص بنرتاح شويه. يا سلام وات، الله يقطع مانشستر يونايتد الحمير. انا كم سؤال بس، ثواني ثواني بس نفهم نحن باي مركز صرنا، ما زلنا متصدرين. خساره واحده انا حارم على الدوري الاوروبي ها، اي انا عم اقول بس يعني خساره واحده وانا رايح على الدوري الاوروبي. حمير والله حمير، انا متصدر الدوري وراح العب يا جماعه الخير ضد المان يونايتد او ضد تشيلسي اللي هو بالمركز الثاني، وبالتالي اذا فازوا علي حتطير مني الصداره. شلون نخسر ضد بنفيكا بالتشكيله الاساسيه 2-0؟ شلون؟ باي منطق؟ اجلدوا تشيلسي. او ماي جاد تعادلنا، يقطع ام الشغله، كان لازم العبها هي المباراه والله كان لازم العبها، ليش عملت لها محاكاه ما بعرف، كان ضروري اني العب مباراه تشيلسي يا جماعه. يا حرام ليك فرق الدوري الان، يا ربي على الغباء يا ربي على الغباء، كان لازم العبها ضروري هي المباراه والله حرام يا جماعه. حلو مباراه ضد ليدز، مباراة ضد ليدز يونايتد يا جماعة الخير، ماشي حنعمل محاكاة. 3-0 اصلي اصلي، مباراة لايبزيتش هي لازم العبها لأنه لايبزيتش عاملين لي مشاكل يا جماعة الخير، وإذا فازوا علي أنا حروح على الدوري الأوروبي غالبا، يعني شوفوا أنا ولايبزيتش نفس النقاط، وبالتالي التهديد مو بنفيكا، التهديد هو لايبزيتش، فإذا فزت بضمن التأهل، إذا خسرت ممكن بنفيكا يفوز وراح علي التأهل، فهي مصيبة يا جماعة الخير، هي مصيبة، ضروري جدا إنه نلعب هي المباراة خاصة بدوري الأبطال، وحيكون في شيء مميز إنه حيكون أول مباراة. لا 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 تقولها لا تقولها لا تقولها، الله يقطعكم، الله يستر الله يستر. ثلاث اشهر يا جماعة الخير، ثلاث اشهر انا حاطه احتياطي مشان ما ينصاب، ومع هيك نزل بديل وانصاب. يا شيخ يا شيخ، ثلاث اشهر والله كثير، يا الله يا الله يا الله، مشكلة هي حرام يا اخي، الدون الدون مو وقت اصابتك بالمرة، مو وقتها. خلينا نطور ميسي نسوي 5 نجوم مهارات، مشينا ميسي 4 نجوم احلى شيء. يا الله يا شيخ. طيب يا جماعة الخير حيكون هي المباراة اول تجربة لميسي، كان بيودي يجرب ميسي والدون مع بعض، ولكن واضح انه لازم استنى لحد ما يرجع الدون كريستيانو رونالدو من اصابة باكيتا جدا متطور، وبالتالي ممكن انه ينزل بديل بالمباراة. فودن جدا فنان صاير وصار 5 نجوم مهارات، بالتالي ححاول طوره بمسألة القدم الضعيفة. هيا بينا لازم نفوز، إذا ما فزنا أنا حأطلع برا دوري الأبطال، إذا طلعت برا دوري الأبطال خلاص. يلا.
ديم الاجواء مثلجه. ديم يا الاجواء. ديم ديم يا الجو. هي اول مره بلعب بيكون لا لعبت مره يا جماعه ما بتشوف الكره من كتر الثلج. بتذكر خسرت مره. ديم او ماي جود. اهم شيء انه الكره بتبان. يقطع ام الشغله يا جماعه ليك الملعب كله ثلج. اوه يا شيخ يا حكم. طرد 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 يا حكم. طرد يا عمري يا عمري يا عمري يا حكم يا عمري يا عمري لك الدنيا كم. لا 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 هاي فضيحه. شكرا يا الفالفيردي. سابقا فالفيردي كان يعمل فاولات تكتيكيه ينطرد. الان اللعيبه اللي ضد فالفيردي هي اللي بتنطرد. مين الشباب مين الشباب بارضيه الملعب. هي لا يا الجلتش هذا صار مره. شباب مين انتو شباب. الله الشباب واقفين يا جماعه. تذكروا صار معي مره هذا الجلتش يا جماعه. عطين بطاقات يا جماعه بس مو مبين منه شيء. اوكي ما بعرف مين الشباب بس اوكي. ويلكم يا شباب منورين الملعب. عيني الايرلينج الايرلينج عطيه للامباب والامباب الاول. يا سلام يا سلام. ديفان حفله ديفان حفله. طرد اللاعب بس احلى شيء طرد من دقيقه اثنين وربي بيلعب فيهم اللاعب. العب له الضغط والله لاهلكم هلا كان. اوه انا اصلا بلعب ضغط. طيب عمل لي ضغط متواصل بس لاهلكم هلا بدي جننهم. سلام سلام سلام. وين الليو وين الليو وين الليو وين الليو وين الليو. يقطع شكله صده. سلام عطي الليو. يا الليو هلا اول تحقيقاتي الليو. لا رقمك 20 وين. لا لا ولا حتى راح اعطيه رقم 30. بيرجع الرقم 10 لصاحبه يا الليو. يا عمري الليو عمري الليو. يقطع شكلك يا ميسي. يا ساتر يا ساتر يا جماعه الخير مو طبيعي. ميسي ميسي غير طبيعي. لا اله الا الله. ماذا تفعل يا الليو ماذا تفعل يا الليو. او يو يو فضيحه فضيحه اليوم. يلا يا ميسي هاتريك هاتريك يا ليو هاتريك. يا عمري يا الفودين يا عمري الفودين. الله عليك يا وحش يا خرافي يا مبدع وربي لعب. ايرلينج الايرلينج راح الايرلينج مر الايرلينج عدى. يا عمري يا عمري الخامس. لا يسجلوا لا يسجلوا لا يسجلوا لا يسجلوا. او ماي جاد يا طاشك. الله عليك يا ترشتيجن يا وحش. يا عمري يا عمري على الضغط. الايرلينج 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 يا عمري. بس 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 ميسي جولين والايرلينج جولين. حلو بدنا هاتريك بقى. يلا يا ميسي يلا يا ميسي تعال يا ميسي تعال يا ميسي. يلا يا ميسي يلا يا ميسي الهاتريك يا ميسي الهاتريك يا ميسي الهاتريك يا ميسي. جلد جلد. يا سلام يا سلام ويا سلام يا سلام. يا اللعب الثامن الثامن عن طريق الامباب. نضيف الملعب شوي من خطوات اقدام اللعيبه صار اخضر شويه. لا يسجلوا يا اخي لا يسجلوا يا اخي. يا عمري يا عمري يا عمري يا عمري البربولي يا عمري. التاسع يا جماعه التاسع. تمدح انه اوكي. والله اني لعبان لديفيز والله العظيم اني لعبان لديفيز. 24 تسديده دعسناهم دعس.